لا اله الا الله. طب لما الراجل رقى تعبان كده يا عم مش تكلموني برضه؟ ده كان نفسي احب على ايده قبل ما يموت. والله ما طول يا ابو عزيز، يوم بليله وراح. الله يرحمك يا ابو فضل، اهو راجد في حضن ولده عبد الرحيم اللي قطعه سنين وكان محرم دفنته هنا. ربنا يرحم الجميع. انا ما انساش جدي فضل لما حكم تجيبه المأذون قبل ما يدفن ابويا. جدك كان قلبه قاسي لكن حجاني. اللي هيشتغل شغلانته دي وما يكونش قلبه حجر هيتاكل واكل يا ولد اخوي. شغلانه يا عمي؟ العيشه هني كلها عايزه ابو قلب واعر لكن يعرف يعيش. المهم جدك قبل ما يموت بساعه قسم الورث واحنا رضينا باللي قاله، والجرشنات جاهزه تاخدها معاه، واذا حبيت تبيع حقك في الطين والنخيل بنشتروه منك. جرشنات يا عمي وطين ايه؟ واحنا في بيننا وبين بعض الكلام ده برضه؟ لساك معيش تاخد جرشنات تدخلها في تجارتك؟ يا عمي ما قلت لك خير ربنا كتير. بس الجرشنات اللي هنا ياما واحنا ما نعرفوش نعملوا بها حاجه، وخصوصا بعد ما جدك مراح وانت عندك تجاره تحب السيوله. سيبوه براحته وادوا له حقه، واذا اختكم نتيبه حبت تدي اشجان حقها في حياتها يبقى ياخدوا معاها. فهم الولد بالراحه عشان يرتاح. دلوقتي نشرب الشاي ونقول كل حاجه على بلاطه. انا برضه وانا برضه احب كل حاجه تبقى على بلاطه. ايوه بس خلي بالك دي مش زي اي حاجه. الحمد لله يا رب. كملي واكلك عاد. والله شبعت يا حاج، دايما عامر بحس كده وبحس اخواتك الرجاله. ربنا يكرم قصرك يا مرت الغالي. ربنا يخليك. بالراحه يا اشجان عشان اللي بطنك يا بنتي. خفيفي يا مطر. واه يا بنتي حبلي، ادعي لها ادعي لها يا حاج، ادعي لها ربنا يكمل لها على خير ان شاء الله ويحقق حلمي. يا رب يحقق حلمي. نفسي نفسي كده ربنا يكرمنا بعبد الرحيم الصغير. ايوه بس كيف يعني؟ ما تستغربيش، والله شايفاه في المنام وانا واقفه قدام الكعبه وهو على حجر كده بيضحك تقوليش بدر منور. عملتولها عمليه اياك؟ لا عمليه ولا حاجه، العمل عمل ربنا وربك لما يريد يحاجه. ونعم بالله. يبقى جوزك الاولاني هو اللي ما كانش الاولاني ولا حديث ملوش عازه يا اما. كنا حبله وخلاص زي ما ربنا اراد الحمد لله. ونعم بالله يا بنتي، بس انت كبيره على الحبل والولاده. يوه ما فيش حاجه كبيره على ربنا يا حاجه، ما بقول لك ربك لما يريد يسمع من بوجك ربنا. قولي لي بنتي مليحه معاكي بتسمع الكلام ولا لا؟ يا سلام، اشجان طيبه وبنت حلال وشايلانا فوق راسها، ربنا يكرمنا بيها. اساليها هي لو كنا حد مقصر معاها ولا حاجه. مبسوطه مع مرت خالك؟ مالك يما، لما جدي فضل جوزني عبد العزيز بالقوه كانه رماني في الجنه، ما جيتش من ساعتها غير النهارده. أصيلة يا أشجان وبنت أصول، ربنا يكملك بعقلك يا بنتي. وما تسيبيش الجنة وتجي تقعدي مع أمك أسبوع ولا تنين. اسألي جوزي زي ما يقول يكون. لا اللي تقول عليه الحاجة راتيبة يمشي على الكل. وأنتي حبلي في شهرك الكام؟ تالت. قول يا رب. يا رب يا رب يا بنتي. يا رب. يا نهار أخضر، حاطين الفلوس دي كلها في بطن الكنبه ومش خايفين؟ ومين اللي يستجري يقرب من الدار يا عبد العزيز؟ الولد ما يعرفش مين جرابه يا وهدان. لا عارف، ده اللي صرفتوني ورفعت راسي في الشارع. لو حد ضايقك تاني قول ومالكش صالح. هي اشجان ما قالتلكش حاجه؟ لا قالت، قالت كل خير، بس يعني هي ما جابتش سيره فلوس ولا شغل، دول ملايين. والكنبتين اللي قدامك دول كمان. وانتوا ناويين تدوني انهي كنبه بقى بالصلاه على النبي؟ والله بدينا نعطيك الثلاث كنبات. ولا شيء. احنا ما بنهزروش في الحديد ده. هو لا مؤاخذه يعني جدي كان بيشتغل في ايه بقى؟ جدك فضل كان ليه في كل حاجه. ولما قلنا لك خد القرشنات ما كناش هنجاملوك ولا نستجدعوا معاك. والنهارده انت اللي هتوقف جنب ناسك. وانا رقبتي سداده. بوك الوحيد اللي اتعلم فينا عشان كده كان نافر من شغلنا، وهو ده اللي كان مزعل جدك فضل منه. كان عاوز يقدم كفنه بيده
لناس بيزحمونا في تجارتنا. اللي هي ايه بقى؟ اي حاجة تجي على بالك تجيب فلوس. جمد قلبك يا ولد اخوي، لسه ما جاش وقت الخوف. وانا قلبي جامد وزي الحديد. انت مش هتقول انك مشغل اخوك في بنك؟ خلاص اتشطر ودخلهم، بس تسأله الاول قبل ما تعمل اي حاجة. هو بصراحة ربنا يا عم المبلغ كبير ومحتاج يعني ياخد وقته قبل ما ينزل السوق. واحنا وياه مش بتقول ان حداك اوراق استيراد وتصدير؟ عندي دي سكة مليحة قوي، بس حرص يا ولد اخوي، في ناس حوالينا ودوا فلوسهم بنوك الحكومة ما طلعوش منها لحد دلوقتي. مفهوم مفهوم. وانا بقى بالصلاة على النبي كده نصيبي لوحده يطلع كام؟ حوالي 500,000 اخضر، ده غير الطين والنخل والمواشي. هتبيع ولا تسيبهم ونجيب لك ريحهم؟ لا يا عم خليهم كده بريحهم، تجيب واحد برضو. عاجل عاجل يا ولد اخوي وشاري ناسك. اللي بتعملوه معايا يا عم واللي عملته اشجان يخلينا اشتري التراب اللي بتمشوا عليه. احنا ما بنبيعوش لحمنا يا ولد اخوي. قوم نام وربنا يسويها مع طلوع النهار. ربنا هيسويها وتفرج وتبقى عال العال بأمر الله إن شاء الله.